بعد سرطان القولون، تعرف على المرض الخطير الذي أصاب شريف مدكور. كشف الإعلامي شريف مدكور في مقطع فيديو سر غيابه عن الظهور طوال الفترة الماضية، مؤكداً أنه أصيب بفيروس في الدم بسبب عدم التزامه بتعليمات الطبيب. وقال الإعلامي مدكور في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أي مريض كانسر يخضع للعلاج الكيماوي مناعته بتقل، والفترة الأخيرة تجاهلت الإرشادات الطبية وكبرت وعفرت ونزلت الشغل وسقت العربية وكنت بسلم على أي حد بقابله وجالي فيروس في الدم. وأضاف: لا أتذكر اسم الفيروس، هو ملوش علاج للأسف، لازم الجسم هو اللي يطرده، ونسبته عندي 900 في الوقت اللي بتوصل فيه عند باقي الناس ل 150 و200، بقالي شهر وأسبوع مصاب بيه وحرارتي وصلت 39.5، الجسم عندي بيحاول يتخلص منه لكن عندي أنيميا والمناعة قليلة بسبب العلاج الكيماوي. وتابع: الحرارة الحمد لله قلت عندي، ومبارح كتبت بوست إني كنت في المستشفى ونقلت دم عشان الجسم يقوى ويطرد الفيروس، أنا اللي أهملت وعفرت في الشغل، مش عايز حد يقلق أو يخاف من مرض الكانسر، أنا اللي قصرت في حق نفسي. واختتم: أنا عامل الفيديو ده مخصوص لكل مرضى الكانسر، ما تقلقوش الحمد لله، خلوا بالكم من نفسكم، ابعدوا عن الناس، بلاش السلامات والأحضان والبوس عشان المناعة، أنا بس كنت بخاف إن الأطفال يزعلوا لو ما سلمتش عليهم، الفترة الجاية مش هقدر أسلم على حد، أضطر أحط كمامة، الحمد لله أنا بخير وربنا يشفي كل مريض إن شاء الله. وكان الإعلامي شريف مدكور قد أعلن في وقت سابق عن إصابته بمرض سرطان القولون عندما نشر صورة بداخل إحدى المستشفيات، حيث أعلن خضوعه لإجراء بعض الفحوصات الطبية داخل أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة. وأوضح الإعلامي شريف مدكور: دخلت الصبح بدري المستشفى وعملت إشاعات لتكشف عن إصابتي بورم في القولون، وهعمل عملية لإزالته في رمضان بإذن الله، معربا عن شكره لجميع الجماهير. ولد شريف مدكور في 17 من سبتمبر عام 1972 في حي مصر الجديدة بمدينة القاهرة، ودرس في مدارس سان جورج وسان جورج كوليج، وتخرج من كلية التجارة جامعة عين شمس.